طبعا دون أن ننسى ولاية ولاية، قرية قرية، دار دار، دشرة دشرة. والبداية من قصة شهرزاد التي عاشت أكثر من 1000 ليلة وليلة، ولم يذكرها رواة الحكاية الشعبية في كتبهم، خاصة ما تعلق بالليلة الثانية بعد 1000، عندما وجدت عائلة من أهل القصر بالبويرة شهرزاد وهي تشرب غاز البوتان في ظاهرة نادرة الحدوث بالعالم. البنت الصغيرة لم تتوقف عند هذا، بل تستطيع حسب ما ذكره والدها لمس أسلاك الكهرباء والمبيت في المقبرة، إذ هم منعوها من شرب غاز البوتان. شهرزاد البالغة من العمر 23 سنة والمعاقة ذهنيا بنسبة 100%، ما زالت تحن إلى شرب غاز البوتان. وأملنا من أصحاب الخير أن يساعدوا هذه العائلة الفقيرة، خاصة وأن شقيقها هو أيضا معاق. الليلة الثانية بعد 1000 لقصة شهرزاد التي تشرب الغاز البوتان، يرويها لنا حمزة جقبوب في هذا الربورتاج. ما زالت شهرزاد تحن لشرب غاز البوتان في حالة نادرة الحدوث بالعالم. وصلنا إلى بيتهم بأهل القصر ولاية البويرة لمعرفة الأسباب التي أدخلت شهرزاد البويرة في هذه الحالة الصعبة. كانت فيها مرأة عامين حكمتها الحمى، وديتها للسبيطار البويرة، ما كاش اللي دينا، ديتها على ظهري، لحقنا البويرة قال لي اوسبيتاليجي، قالت ما ومن بعد نحل الحاج حاش ياخذ لكم حاش المصنفين شويه شعر منا شويه شعر منا، يديروا هذا الدواء هذا كيقولوا له فاليوم. بعد 15 أيام ولا سمانه ما في الاوبيتال، قالوا لي واش نقول لك، عطاو لها واحد الدواء يقولوا له كاردينا سون ميديكال، عندها لامينيجي طيح هكذاك حتى لحقت الله يجدو كاكرو. بمرور الوقت استهوت رائحة غاز البوتان حواس شهرزاد وهي في سن الرابعة، فراحت تبحث عن الغاز حتى عند الجيران. تيو هذاك تلقى عنده لابويت، كنا نسخنوا في الطابونة هكذا، تيو هذاك تحبي تلحق ما تحبش، تشمريحة هذيك حتى تعرفوا صوالحات ولا تطفي القراء وتجبد بالتيو. هكذا حاش خدكم حاش المصنطين طيح الريو، كل واحد كان تهضر معاه تعقل في الهضرة، راكم تسمعوا تعقل في الهضرة، هذيك هي هذي هو والو. شرب بالغاز سون بيتي، تشرب ساعات حتى جوج قراعي في النهار. يا خوتي ما تصورش كيفاه تشرب الغاز الانسان هكذا، كي تشمو تتغاجى. تخيلوا يا خوتي تشرب جوج قراعي، ويعني لو كان ما تمد لهاش الغاز تولي تكسر، تكسر المواعن، تكسر المواعن تفسد. خوف العائلة من هذه الظاهرة دفع الوالد إلى إحكام غلق قارورة غاز البوتان بإحكام، لكنها كانت تفتحها بطريقة عجيبة. وليت كيفاش ندير تاع الكاز هذيك، السكرابي اللي كاينه في البورصه تاعي، وشفت السنان هذاك تاع البطاطا تاع القرط بلي على ربع، ودير بهذا بسم الله بسم الله يا ربي عاوني في الخا هذيك، والسلك هذاك يطير ليه والطندور يطير ليه الجاي، وتشرب هكذاك هكذاك حتى لحقت عمرها 10 سنين. لم تزر الطبيب بسبب حالة الفقر، لكن والدها قص حكاية شهرزاد لراق بعدما انتابه الشك في وجود مس وراء الظاهرة. والله وليت تحوشت عليها قاعدة نسحب رقية هذه، رقية تاع الشرعية هذه، لقيت واحد بحثكم بحث الموسنطين يا ولد فاميليا، جاو هنا هذيك الوقت كان واحد انتخابات تاع لابيان، حكيت له قال لي نروح نجي معاك، جا لقاها فشل البياس كيما هكا ومطاح، ومن بعد جاب قرعه واش بده يقرا عليها بالقران، ومن بعد ريح واحد هكذاك واحد جا شويه، ومن بعد قال لي كملت، قال لي ماشي هي راهي تشرب، قال لي القرعه هذه فيها جن، جن القرعه في القرعه،
قال لي تهضر في الليل، قلت ما عندي ما نقول لك. حالة شهرزاد لم تتوقف عند هذا، بل تعدتها إلى أمور أكثر غرابة وربما تكون مرتبطة أساسا بالمس الذي أصابها. شغل تتنبأ منين ذاك يقولك راهي جاية شتا، ومنين ذاك تهضر على الحوايج تاع القرآن. كانت حافظة ديجا واحد الكلمات يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتشوف حوايج هكذا. منين ذاك تقولك تصرح حاجة هكذا، تقول هاد تصرى الجنازة بعيد الشر كيما نقولوا، تصرى طلع فوق الشجور تاع الزيت وتبات برا، ما لقيت حتى ما خليت حتى طلاص عليها. واحد خطره بيته في الجبال ثلاث ايام نحوس عليها، واحد خطره طاحت في البير كنت تشوفون طلاص، انا طاحت من الضله هذه اللي كنا عاقبين من فيها. اكثر من 1000 ليله عاشتها شهرزاد تحكي مأساتها لكل الجزائريين ليرفعوا ايديهم الى السماء للدعاء لها ولإدخال أيديهم في الجيوب تكرماً على عائلتها الفقيرة.